يا ترى عندك فضول تعرف انت ليه بيجيلك فضول؟ كمل معايا الفيديو. الانسان بطبيعته مش بيحب الحاجة الغير مكتملة، بيميل دايما لسد الفجوات والفراغات، وبيرتاح بعدها لما بيشوف الشيء مكتمل. كذلك بالنسبة لعقل الانسان، لما بيتعرض لمعلومات غير كاملة بيبقى عنده رغبة ملحة انه يعرف الباقي، وبيرتاح اول ما بيعرف كل اجابات تساؤلاته. الفضول اللي بيجيلك ده له انواع متعددة حسب الموقف. اول نوع وهو الفضول الادراكي، وده معناه انك بتتعرض لحاجة معينة مفاجأة فبتبقى عايز تعرف ايه اللي حصل، زي لما بتسمع صوت حاجة وقعت فبيبقى عندك فضول تعرف الصوت ده جه منين وايه اللي وقع. تاني نوع هو الفضول المعرفي، زي مثلا لما تبقى تتفرج على طيارة وهي بتطير في السماء وتبقى عايز تعرف هي ازاي طايرة كده من غير ما تقع والجاذبية مش بتأثر عليها، فبتبحث بكل الوسائل الممكنة لحد ما تعرف هي ازاي مش بتقع. والنوع ده من الفضول بيبقى اعلى شوية من النوع اللي قبله لانك انت اللي فكرت فيه بنفسك. طب هل مخك يقدر يفرق بين النوعين دول من الفضول؟ ايوه، مخك بيستجيب استجابة مختلفة مع كل فضول منهم. عملوا تجربة عشان يعرفوا ايه الاجزاء اللي بتشتغل في المخ مع كل فضول منهم. لقوا ان المواقف اللي تعرضوا فيها لفضول ادراكي كانت المناطق اللي بتنشط في المخ هي نفسها اللي بتنشط في المواقف الطارئة، لكن عند الفضول المعرفي لقوا ان الاجزاء اللي خاصة بالتعلم هي اللي بتبدأ تنشط في المخ. حصل برضو نشاط في المسارات العصبية الخاصة بنظام المكافأة، وبالاخص النقل العصبي الدوبامين، وكنا عملنا عنه فيديو قبل كده. طب هل دول بس النوعين من الفضول ولا في انواع تانية؟ الحقيقة ان في انواع تانية كتير، زي الفضول المحدد اللي بتبقى عايز تعرف فيه حاجة محددة بعينها، زي لما تسأل نفسك هو مثلا لاعب الكرة ده وزنه حوالي قد ايه؟ السؤال فضولي اه بس مش ملح قوي بالنسبة لك. نوع رابع برضه من الفضول وهو الفضول المتنوع، بتكون عايز تعرف اخبار متنوعة بس مفيش حاجة معينة انت قاصدها، زي بالظبط لما تقعد تسكرول في السوشيال ميديا من غير ما يبقى ليك اي غرض محدد. في نوع تاني منتشر جدا من الفضول اسمه الفضول التعاطفي، زي لما تبقى عايز تعرف معلومات شخصية عن الناس اللي حواليك وآرائهم ومعتقداتهم، او انك بتلاقي نفسك متابع جدا لحياة المشاهير وعايز تعرف حياتهم كلها بالتفاصيل. برغم ان النوع ده من الفضول اقل من غيره بكتير في الاهمية، الا انه اكتر نوع منتشر بين الناس دلوقتي. ممكن تبقى عايز تعرف الفضول ده جالنا من امتى، هل احنا اتولدنا بيه ولا هو جالنا بعد كده. عملوا بالفعل دراسة وجابوا اطفال بتتراوح اعمارهم ما بين شهرين لحد 6 شهور، باحثين اكتشفوا ان فعلا الاطفال بتحب قوي انها تستكشف الحاجات الجديدة، زي لما يكون مثلا في رسمة جديدة على الحيطة فبيفضل في البداية مركز فيها لحد ما بعد كده بيتعود عليها. عملوا برضو دراسة ثانية على اطفال اكبر شوية، لاحظوا انهم بيفضلوا جدا الالعاب الجديدة عن الالعاب القديمة. طب هل الفضول ده مستواه ثابت من صغرنا؟ لا، الحقيقة انه بيفضل يزيد كل ما بيكبر الانسان لحد لحظة معينة ويرجع بعد كده يقل تاني. طب ايه اصلا فوائد الفضول ده كله؟ خليني اقولك ان الفضول ده هو القوة الخفية لكل الانجازات بتاعة البشر. كل الاكتشافات والانجازات اللي حوالينا كانت بسبب عالم كان قاعد بيفكر مع نفسه وعنده فضول انه يعرف اكتر ويستكشف. نيجي لسؤال مهم جدا، هل الفضول ده ممكن يبقى عيب فيك؟ ايوه طبعا، وممكن كمان يبقى من اكبر العيوب، وده طبعا لو زاد عن حده في حالة الفضول التعاطفي، وبقيت عايز تعرف حاجات اللي قدامك مش عايز يعرفها لك. انت داخل في ما لا يعنيك، سمع ما لا يرضي، يعني مش لازم كل حاجة من الامور الشخصية تبقى بتتدخل فيها وهتموت وتعرفها. لو كان عايز يقولك كان هيقولك بنفسه، مش لازم تلف وتدور وتلح عليه علشان تعرف.